بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 46. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. سؤال من أحد المستمعين أو المستمعات يقول: هل يجب على المرأة تغطية ظهور قدميها في الصلاة أم أنه مستحب ولا تعاقب على ذلك ولا ينقص من صلاتها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن من شروط صحة الصلاة ستر العورة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني عند كل صلاة. والمرأة في الصلاة كلها عورة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم لها، فإن كان عندها رجال غير محارم لها فإنها تستر جميع بدنها بما في ذلك الوجه، وأما بغير حضرة رجال أجانب منها فإنها تكشف وجهها في الصلاة وبقية بدنها كله عورة بما في ذلك ظهور القدمين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: تصلي المرأة في الثوب الواحد؟ قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان سابغا، يعني غافيا، يغطي ظهور قدميها. دل على أن ظهور القدمين في الصلاة من العورة التي يجب سترها، وذلك من شروط صحة الصلاة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل تعلم العلم أفضل من أداء النوافل، أقصد السنن المؤكدة، ويغني طلب العلم عن ثوابها؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السنن المؤكدة لا تأخذ كثيرا من الوقت ولا تمنع من طلب العلم، لأنها محددة في أوقات معينة كالرواتب التي مع الفرائض والوتر من الليل وتحية المسجد إذا دخله يريد الجلوس فيه، صلاة الضحى وأقلها ركعتان أكثرها ثمان ركعات، وهذه لا تأخذ كثيرا من وقت طالب العلم، وإنما الكلام في النوافل المطلقة. فطلب العلم أفضل من النوافل المطلقة، من نوافل الصلاة المطلقة، لأن طلب العلم يحصل به الانتفاع للمتعلم ولغيره، فنفعه يتعدى، وأما النوافل فإن نفعها يكون قاصرا على صاحبها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الأردن رمزت إلى اسمها بالحروف فاء ميم، أم أحمد، تقول: هل على المرأة إذا حضرها الحيض في وقت صلاة الظهر وهي لم تكن مؤدية الصلاة عند طهورها من الحيض الظهر، هل يلزمها أن تصلي الظهر والعصر؟ وإذا حضرها الحيض مثلا في وقت المغرب، هل عليها عند طهورها من الحيض أن تصلي المغرب والعشاء؟ وإذا طهرت من الحيض مثلا في وقت صلاة العصر، عليها صلاة الظهر والعصر في ذلك اليوم؟ وإذا طهرت في وقت صلاة العشاء أن تصلي المغرب والعشاء؟ أرجو منكم أن تفيدوني وتوضح لهذا الأمر، جزاكم الله خيرا. أما إذا أصابها الحيض في أول وقت الصلاة، صلاة الظهر أو صلاة المغرب أو صلاة العصر أو صلاة العشاء أو صلاة الفجر، إذا أصابها الحيض في أول وقت الصلاة فإنها تكون معذورة ولا يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت، لأن وقتها موسع. وأما إذا طهرت في آخر الوقت، في آخر وقت الظهر أو في آخر وقت العصر أو في آخر وقت العشاء، فإن طهرت في آخر وقت الظهر فإنها تصلي الظهر فقط وتصلي بعدها العصر إذا حان وقتها، لأنها طهرت واغتسلت فوجبت عليها الصلوات. وأما إذا طهرت في آخر وقت العصر أو في آخر وقت العشاء، يعني قبل طلوع الفجر، فإنه يلزمها أن تصلي الظهر والعصر وأن تصلي المغرب والعشاء، لأنها طهرت في آخر وقتهما، لأن وقت الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء يصير وقتا واحدا عند الضرورة، فقد طهرت في آخره فتلزمها الصلاتان الأولى والثانية. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول أفطرت في رمضان لعذر شرعي، لكن كنت أجهل قضاءها فنسيت عدد الأيام، ولكني قدرتها وقمت بصيامها، فما الحكم؟ الحمد لله، ما دمت قدرتيها وعملت بالاحتياط فقد أديت الواجب عليك، لكن بقي عليك الإطعام، إطعام مسكين عن كل يوم عن تأخير القضاء عن وقته. جزاكم الله خيرا. شخص توفي ولم يوجد أحد يلقنه الشهادة، فما الحكم؟ هو على الإسلام إن شاء الله لأنه مسلم، ولكن لو لقن قول لا إله إلا الله عند الاحتضار كان هذا أفضل، تكون آخر كلامه، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم، يعني المحتضرين لا إله إلا الله، فإذا حصل هذا فهو أفضل، وإن لم يحصل فإن الأصل ولله الحمد أنه مسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول شعري يتساقط مع أنني أعتني به وقمت بوضع الحنة عليه، ومع هذا التساقط في ازدياد حتى أصبحت بعض المناطق خفيفة الشعر، فنصحني بعض زميلاتي بقصه لكن أمي رافضة، هل أقصه أم لا؟ هذا يرجع فيه إلى الطبيب، لأن هذا نوع مرض يرجع فيه إلى الأطباء، وما يقررونه من العلاج فإنه يؤخذ به. نعم. تأتيني الدورة الشهرية في اليوم في الأيام الأولى على شكل خفيف، ثم تنقطع، ثم تعود مرة أخرى في اليوم الثاني وكذلك في اليوم الثالث، هل يجوز أن أصلي والحال ما ذكر وفي شهر رمضان؟ كيف يكون الحكم؟ جزاكم الله خيرا. إن كان هذا الدم الخفيف يكون مستمرا فإنه حيض، لأن الكدرة والصفرة في زمن العادة يكونان حيضا، أما إن كانت متصلة وإنما تأتي في وقت قصير ثم تنقطع فإنك تتطهرين وتصلين في وقت النقاء وقت الطهر، وتصومين إذا كان الانقطاع يوما كاملا تصومين، وإذا عاد الدم فإنك تجلسين له، وما يقع من الطهر يكون طهرا متخللا في وقت العادة فتؤدين فيه العبادة إذا اتسع، أما إذا ضاق وإنما يحصل في فترة قصيرة والباقي كله دم أو كدرة أو صفرة فإنك تعتبرين حائضا، ولا يعتبر هذا الطهر القليل لا يعتبر شيئا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت لاسمها بالحروف ميم ألف ألف شين، تقول أنا امرأة متزوجة وعندما وضعت أولادي استمر معي النفاس لأكثر من 40 يوما، فتراوحت مدة النفاس ما بين 50 و60 يوما، وبالطبع لم أصلي طوال فترة النفاس، والآن قد قرأت أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، سؤالي هل علي صلاة الأيام ما فوق 40 عن كل مرة من الولادة؟ هو كذلك، فإن جمهور أهل العلم والذي يدل عليه الدليل أن أقصى مدة للنفاس 40 يوما، فما زاد عنها فإنه يعتبر طهرا، فما تركتيه من الصلاة خارج 40 يجب عليك قضاؤه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين بعث برسالة يقول أنا موظف بمدرسة متوسطة وثانوية، ويصرف لطلابها مكافأة شهرية بدل اغتراب بشرطين، هما أن يحضر الطالب أو ولي أمره صك من المحكمة الشرعية بأن مقر سكنه يبعد عن المدرسة 15 كيلومتر، ثانيا مشهد من إدارة المدرسة بأن الطالب استحق المكافأة، وبهذين الشرطين يصرف للطالب مكافأة، وأنا أعمل في إعداد المسيرات والمشاهد المذكورة، ويوقعها مدير المدرسة وأرفعها للجهة المسؤولة، ثم يستلم الطالب المكافأة بموجب الصك والمشهد، علما بأنني أعرف أن بعض الطلاب يبعد عن المدرسة بضع مترات، ومنهم من يبعد مقر سكنه عن المدرسة 2 أو 3، وأن المسافة المذكورة بالصك غير صحيحة، ويستمر على هذا المنوال شيخ صالح ليسأل هل يستمر في هذا العمل أم ينقطع عنه لكونه يناقض ما يعلم؟ جزاكم الله خيرا. هو يصرف ولا يوقع؟ هو يوقع على المشاهد ويرفعها للمسؤولين. لا يجوز لك أن توقع على هذه الأوراق التي تعلم أنها مزيفة وأنها كذب، بل الواجب عليك التزام الصدق، لأنك إذا وقعت عليها فإنها تنفذ اعتمادا على توقيعك، فتكون أنت المتسبب في صرف هذا المال بغير حق، عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا توقع إلا على شيء صحيح متطابق مع الشروط النظامية، وإلا فإنما يصرف وهو غير مطابق يكون في ذمتك وأنت المسؤول عنه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ شيخ صالح أن الذي يوقع هو مدير المدرسة، لكن هو يجري بعض الإجراءات ومن ثم يرفعها. كلاهما الظاهر يوقع، المدير وهذا المسؤول، وكل منهما عليه مسؤولية، وكل منهما مشارك في الكذب وأكل المال بالباطل. فعلى المدير وعلى أي مسؤول عن تطبيق النظام أن يكون صادقا، وأن لا يمضي ولا ينفذ إلا ما كان صحيحا. وهذا من النصيحة لولي الأمر، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم أن الموظف والمسؤول يجب عليه أن يحافظ على نظام الدولة الذي وضعته لصالح المسلمين، وأن لا يتساهل في هذا الأمر، أو ربما يتساهل مع أناس ويتشدد مع أناس آخرين حسب هواه، وهذا أمر لا يجوز على كل حال، والواجب التزام الصدق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا علم عضو في المحكمة عن هذا الموضوع شيخ صالح، ما الحكم حينئذ؟ كل من يوقع ويصدق على هذه الورقة فإنه مسؤول عما وقع يوم القيامة. أما إذا لم يكن يعلم، جاءته أوراق يظهر أنها مستوفية للنظام وهو لا يعلم، فإنه لا يؤاخذ لأنه بنى على الظاهر، ويكون الإثم على من علم. نعم. يرجوكم شيخ صالح رجاء، ويقول: نود من فضيلتكم كلمة توجيهية لمن يجمع المال بأي وجه كان، وخصوصا في مثل هذه القضية. جمع المال مسؤولية، كما أن إنفاقه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فتسأل عن هذا المال: من أين حصلت عليه؟ هل من حلال أو من حرام أو من كذب واحتيال؟ ثم تسأل أيضا عما أنفقته فيه، هل أنفقته في الحرام وفي المصارف المحرمة؟ فإنك مسؤول عنه، فالمال مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث أنه في آخر الزمان يأتي أناس يتخوضون في مال الله بغير حق، لهم النار يوم القيامة. الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وإذا كان في على مسؤولية فإنه يقوم بهذه المسؤولية على الوجه المشروع، ولا يحابي أحدا أو يتساهل في تطبيق النظام العام الذي هو من صالح المسلمين، والذي هو من طاعة ولي الأمر بالمعروف. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، وفي النهاية يقولنا: أخواتكم المسلمات المتوكلات على الله وأخوكم المسلم المؤمن بالرحمن، يسألون جمعا من الأسئلة، في أحدها يقولون: هل يجوز أن نشغل المسجل أثناء الأذان في يوم الجمعة، علما بأن المسجل يبث الأناشيد الدينية أو يبث القرآن الكريم؟ الاستماع للمؤذن ومتابعته والإتيان بالذكر الذي بعده هذا أفضل وآكد. فإذا سمعت المؤذن فإنك تتابعه، يعني تقول مثل ما يقول، فإذا انتهى فإنك تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، هاتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم مقاما محمودا الذي وعد. قد قال صلى الله عليه وسلم: إن من قال ذلك حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، هذا فضل عظيم. فلا تشتغل بغير هذا، لا بمسجل ولا بغيره، حتى ينتهي الأذان وينتهي هذا الذكر. هذا إذا كان مسجل على القرآن، أو كان مسجل على أحاديث دينية فيها فائدة وفيها منفعة. أما الأناشيد هذه ليس فيها منفعة، وإنما هي أغاني، فالواجب أن لا تشغل مسجل عليها ولا تستمع لها، لأنها لهو وباطل وأغاني، وفيها مشغلة للوقت ولا فائدة فيها إلا التمتع بالنغمات التي فيها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول إحدى المستمعات: فضيلة الشيخ، عندي أخ لا يصلي غير الجمعة وشهر رمضان، وأنصحه ولكن لا يستمع لنصيحتي، كيف أرشده ليحافظ على صلاته، علما بأن لديه نفسا متقبلة لذلك؟ جزاكم الله خيرا. أبلغيه بأن من ترك الصلاة متعمدا فإنه كافر خارج من دين الإسلام، إلا إن كان القصد من السؤال أنه لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي في البيت ولا يترك الصلاة، فهذا
هذا تارك لواجب ولكنه ليس بكافر، ولكن يكون تاركا لواجب عظيم وهو صلاة الجماعة. أما إذا كان لا يصلي أبدا لا في البيت ولا مع الجماعة فهذا كافر بالله عز وجل وخارج من دين الإسلام، ولا تصح منه صلاة الجمعة ولا صيام رمضان ولا يصح منه أي عمل حتى يقيم الصلاة كما أمر الله سبحانه وتعالى. فإن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي عمود الإسلام وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من عمله، فإن قبلت قبل سائر عمله وإن ردت رد سائر عمله. الصلاة ليست بالأمر الهين، وإنما هي عمود الإسلام، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأبلغيه بهذا وانصحيه لعل الله أن يهديه بذلك وأن ينفعه بذلك، وكرري عليه لعل الله أن يتوب عليه. وإذا كان له أقارب من إخوانه أو أقاربه فعليك أن تبلغيهم أيضا لينصحوه وينكروا عليه لعل الله أن يهديه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسألكم معنى هذا الدعاء شيخ صالح: اللهم إني أعوذ بك منك. نعم، هذا لجوء إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يمنع من الله ومن عقابه وغضبه إلا الله سبحانه وتعالى، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول: أنا طالبة في الجامعة ونظام الكلية لا يسمح بأن أسدل النقاب على وجهي، واضطر إلى الكشف عن وجهي أمام الدكتور المحاضر وأمام عدد من الطلبة الشباب، وأنا كارهة لذلك وأنا ضعيفة النظر، هل أنا عازمة؟ نعم، إذا لم تمكن الدراسة إلا بمنكرات ومحرمات فلا خير فيها، ولا يجوز لك أن تذهبي إليها. إذا كان يترتب عليها كشف الحجاب، ترتب عليها الاختلاط بالشباب والرجال و المقابلة المدرس وأنت كاشفة، فإن هذه محرمة، لا يجوز لك أن تذهبي للدراسة وفيها هذه المحرمة. إنما تجوز الدراسة أو تشرع للبنت إذا خلت من المحاذير الشرعية وكانت خيرا محضا. أما إذا كانت مشتملة على شرور وعلى محرمات وعلى سفور وعلى اختلاط وعلى وسائل فتنة فلا خير في هذه الدراسة ولا في حضورها. ودين المرأة وسمتها وعفتها أعظم من هذه الدراسة التي تفوت عليها هذه الأمور. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طالبات الطب شيخ صالح والممرضات أيضا يختلطن بالطلبة، ويختلطن أيضا بالمحاضرين والمدرسين، ويختلطن بالدكاترة المعالجين وبالمرضى، لعل لكم توجيه شيخ صالح. الأمر عام، ما ذكرناه في الدراسة يأتي أيضا في الوظيفة والعمل. لا يجوز للمرأة أن تتساهل في حجابها وفي كرامتها وتخالط الرجال وتخلو مع الرجل بحجة العمل، فإن دينها وعرضها ألزم عليها من كل شيء. على المرأة أن تلزم العفة وتمسك لدينها، وأما الدراسة والعمل الوظيفي إذا كان يتعارضان مع دينها ومع عفتها فإنها تتركهما، تتمسك بدينها وبعفتها. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. واجب على المسلمين أنهم يتنبهوا لهذا الأمر، وأن يجعلوا للنساء مجالا للدراسة وللعمل خاليا من المحاذير الشرعية، وهو ميسور ولله الحمد وبالإمكان، لكن الشأن بالاهتمام وترك التقليد والتشبه بالكفار والذين لا خير فيهم، الذين جعلوا المرأة مسايرة للرجال تتولى أعمالهم وتترك ما خصص لها من الأعمال المناسبة لها والتي لا تتعارض مع كرامتها ومع عفتها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم واستجاب لكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.